إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند باقي الأسئلة التي تتعلق بالسحر. طبعا المجال مفتوح للأسئلة، وطبعا عنوان الحلقة يمكن ده تكملة للحلقة الماضية اللي هو سؤال وجواب عن السحر. طبعا كلمة سؤال وجواب عن السحر ده يبقى أنا الناس بتسأل أسئلة وبناخد أقرب سؤال للواقع أو واقع اللي الناس عايشة، يعني اللي هو السؤال اللي بيمس مسألة الناس كلها وبنحاول نجيب عنه. وطبعا الأسئلة دي جاية من على الصفحة اللي هي خاصة بينا، اللي هي صفحة علاج مرض السحر في يوم واحد، والخاصة بالموقع بتاعنا اللي هو عالج نفسك من مرض السحر، وده تقريبا أول موقع عربي يعني يكون في هذا الصدد اللي هو علاج مرض السحر او عالج نفسك من مرض السحر. وطبعا في كل اللي يحتاجه الانسان المسحور والانسان اللي بيكون عايز يتعلم او ياخد فكره عن الموضوع او الانسان اللي هو بيدرس في هذا المجال. طبعا عشان احنا بنقوله او بنعتقد ان السحر مرض حقيقي موجود، وبنقول ان السحر ده مرض انت شايفه. طبعا دي صفحتنا اللي هي خاصة بعلاجنا يعني، ونقوله علاج مرض السحر في يوم واحد، لاننا بنعتقد ان السحر مرض لابد ان يعالج غير ما يعتقد الشيوخ يعني. وبيقولوا ان السحر ده هو شيء روحي او الجن او يعني بيقسم الموضوع ان هو ده جن بس، وان الجن او ما بيلبس الانسان بيسرع والقصة بتنتهي عند ذلك. لكن مرض السحر ده مرض موجود، مرض حقيقي، ودايما لما بنقوله مرض لازم المشاهد او اللي هو بيدرس في الموضوع ده يفهم يعني ايه كلمة مرض. والحمد لله بقدر الله تبارك وتعالى كل ما الانسان بيبحث عن الحق ربنا بيأتيه الحق. لكن طول ما انت معتقد اعتقاد خاطئ ودايما ماشي على فكرة واحدة بس، ان لازم نقرأ على المريض والمريض يقعد يصرخ وصوت، وبعد ما يصرخ وصوت يروح تاني وشويه الجن ما يطلعش من عليه، وبعدين نرجع لك تاني او اروح لشيخ تاني وتالت ورابع وعاشر، انت مش هتعالج حد، تمام؟ لكن في علاجنا احنا بنقوله لا، انت ما تقراش على المريض في الاول. لو المريض ده مريض سحر، لو انت مش عارف تشخص ايه نوع السحر وايه نوع النجاسه اللي انعمل بها السحر وايه الماده اللي اتاكل بيها السحر او انعمل بيها السحر وايه نوع الطلسم، هل ده طلسم مزدوج ولا فردي ولا مركب، ايه الموضوع بالظبط، لو انت مش عارف توصل لهذه المسائل فالافضل انك ما تعالجش حد. او تقول انا راقي بنرقي من الجن او المس او الصرع. انت راقي بترقي بس، لكن المعالج لا، المعالج ده انسان متخصص بيتخصص في هذه المسألة عشان دايما يبحث عن الحق. كل ما الانسان صراحة كل ما يعني الانسان ما بيريد الحق ربنا بيؤتيه الحق. لكن طول ما انت خلاص علقت عجلك ودماغك انك تنتقد بس وان انت مش عايز تتعلم، يبقى انت هتضر الناس وخلاص. طبعا في اول الحلقات لما اتكلمت وقلت ان يا جماعه ان السحر مرض، وشرحنا يعني ايه كلمه مرض. مرض كلمه مرض ده انسان صحيح او جسمه صحيح او خليه صحيحه او جهاز في جسم الانسان عايش بقوته اللي ربنا خلاك عليه. اول ما في خلايا بتتاثر فيه، الخليه دي الاول بتتاثر، وبعد كده يمكن انا شرحت الكلام ده من فتره من سنه او اكثر، وقلنا ان المرض ده او مرض السحر عباره عن انه فيروس او ميكروب او مرض ملموس بيدخل على الخليه بتاعه الجهاز اللي في عضو الانسان، بتاثر على الخليه ديت والخليه بتاثر على العضو بتخلي الجهاز ده ما يشتغلش شغله اللي ربنا خلقه له، تمام؟ ده المرض اللي هو ده المرض او تعريف المرض، ان ده عطل بيحصل في خليه. نعم تمام. لا شويه، فالمرض ده شيء عضوي. ربنا مثلا خلق الجهاز مثلا الهضمي، ربنا خلق الجهاز الهضمي انه بيهضم الاكل وانه بينزل العصاره بتاعه الهضم عشان خاطر تهضم الاكل وتحوله للامعاء الدقيقه، والامعاء بعد كده يحول الاخراج والمصران، وبعد كده طبعا دور الجهاز الهضمي بينتهي، تمام؟ طيب لو جهاز الهضمي ده جهاز ربنا خلقه، الجهاز الهضمي ده فيه خلايا، الخلايا دي لو اتاثرت يبقى مش هتفرز هذه العصاره
كويس، فيبدأ الجهاز ده يتأثر، المعدة تتأثر، الأكل هيقعد فيها أكبر وقت ممكن، يبدأ الأمعاء ديت ما تمتصش الغذاء من الأكل، هتمتص عفونة. طيب الساحر دايما وهو بيعمل السحر بيعتمد على هذه الأشياء. واحد هيقول لي يا عم شيخ يعني الساحر فاهم ان الاكل هيدخل في جسم الانسان وبعد كده الانسان الامعاء ما تمتصوش وبعد كده الانسان يتاثر؟ لا، السحر مش فاهم، لكن ابليس فاهم. ابليس عشان خاطر يمكن السحر منك لازم ياثر على الجهاز اللي هو فيه السحر ده، اللي هي المكان اللي فيه السحر. ايه المكان ده؟ اللي هو المعده دي. تمام، طول ما معدتك كويسه والسحر ما اثرش عليها وانت في قوتك، ساعه ما خلايا المعده تتاثر انت بتبدا تتعب. عشان كده بنقوله ايه؟ ان السحر ده مرض، مش جن هيلبسك وخلاص زي ما الناس او الشيوخ بيعتقدوا الكلام ده، يقول لك ده جن لبسني وخلاص رحت للشيخ قرأ عليا وبقيت كويس. انت مش فاهم، انت للاسف مش فاهم، فعشان تفهم لازم تتعلم. طيب لما قلنا الاول من سنه او سنه ونص في في في, في على الشاشه، شاشه قناه الصحه والجمال، قلنا الكلام ده، او برنامج كيد وسحر قلنا الكلام ده، قلنا ان السحر مرض محسوس ملموس غير عاقل لا يفهم القرآن. بناء على كده السحر ده بيدخل على العضو اللي هو رحله او انزرع فيه وبيأثر على الخلايا بتاعته. في طول الفتره ديت انا محتار، انا عن نفسي انا راضي اهوت محتار، عايز شيء يبرهن كلامي، عايز شيء نقدر نلمس بيه شيء محسوس. طبعا من خلال العلاج او من خلال الحالات اللي بتجي للمركز او بنعالجوها بنلاقي الواقع ده، انا شايفه واقع، شايفه لما الانسان يكون عنده سحر ماكول او مشروب بيأثر على المعده، مشروب بيأثر على الكلى، طيب مدفون يأثر على الجزء السفلي من الجسم، طيب السحر ده مرشوش يأثر على رجليه وأثر على العمود الفقري، طب السحر ده منفوخ او معلق يأثر على خلايا دماغه ويقلل نسبه الاكسجين في الدم. ايه الموضوع؟ انا بنبحث ايه الموضوع بالظبط. لما وصلنا في الاخر يعني بعد طبعا بحث مع اطباء من خارج مصر ومن داخل مصر، عايزين نشوفوا حل. انا بنبحث الموضوع عايزين نشوف حل فعلا. فربنا الهمنا او الهمني ان انا نوصل الخليه اللي هي اثر عليها السحر دي نعالجها ازاي. ايه الموضوع؟ طيب هل الخليه اتاثرت فعلا؟ لما عملنا ابحاث على الخلايا بتاعه المعده على انسان مسحور وانسان مش مسحور، وجدنا ان الخلايا بتاعه الانسان المسحور ده السحر الماكول ده فعلا الخلايا دي ابتدت تموت. فعلا في خلايا في المعده ابتدت تموت. فعلا في خلايا في العمود الفقري ابتدت تضمر. فعلا في خلايا في الكلى ابتدت في رشح فيها وابتدت الخليه يعني كاني غربال وبينسد، ابتدت الخليه تنسد. في ايه بالظبط؟ طب المايه بترجع على الكلى ليه؟ طب لما عملنا الموضوع ده وجدنا ان فعلا ان السحر ده مرض، والمرض ده بيأثر على الخليه الموجوده في جسم الانسان ايا كان نوع السحر اللي عمل، كان عمل المأكول بيأثر على المعده، ان كان عمل مشروب بيأثر على خلايا الكلى، ان كان عمل مرشوش بيأثر على الجزء السفلي والظهر، كل شيء بنعمله بحث عشان نوصله للحل. طيب عالجنا الانسان من السحر والانسان رجع السحر فعلا، وطبعا ده خد مننا وقت كبير جدا، عالجنا الانسان من السحر وخلاص هو رجع السحر والسحر انتهى من حياته. طيب يا عم الشيخ انا لسه تعبان، انا لسه في الم في اعصابي، انا لسه في الم في ظهري، انا لسه في، لكن انا بننام كويس وبناكل كويس وبنشرب كويس. انا كنت بنقول دايما في حلقاتي بدل وصلنا انك تاكل كويس وتشرب كويس وتنام من غير احلام وكوابيس، يبقى الجهاز العصبي بتاعك اشتغل كويس ومعدتك بقت كويسه. طيب لكن يا عم الشيخ انا بناكل حاسس ان في بعض التعب عندي، لا انا حاسس ان في مشكله في اعصابي، لا انا حاسس ان في مشكله في العمود الفقري، انا رجلي حاسس انها تقيله، دايما حاسس ان مش قادر اتحرك، دايما حاسس بكلبشه في جسمي. طيب هو كان مسحور. لازم طبعا انا وعدت الناس ان دايما كل مساله لازم نبحث عليها وبدقه. طيب لما وصلنا للمساله وصلنا لايه؟ ان فعلا الخليه ابتدت تتاثر. طبعا عملنا يعني ابحاث على الموضوع ده مع الاطباء، وصلنا ان احنا لازم نعالج الخلايا اللي اتأثرت من السحر على المدى البعيد تبع وجود السحر في جسم الانسان. انسان خد سحر مأكول مثلا، تمام؟ طيب السحر المأكول ده أثر على خلايا المعدة، عايزين نعالج المعدة. طب هو السحر المأكول ده فعلا انتشر في جسمه لما وصل النخاع عنده، وصل لمشكلة في جسمه وعمل مشاكل في أعصابه؟ لازم يتعالج، لازم الانسان يتعالج. طبعا انا كنت بنقول ان الانسان لازم، طبعا كنت بنوصف أعشاب للناس، طب او نوصف له طبيب يعني نقول له روح لدكتور تابع معاه عشان تخلص من باقي يعني اعضاء او من باقي المفعول السحر في جسمك او التاثير اللي حصل على السحر في جسمك الفتره دي كلها. لكن لما ربنا اكرمنا وجدنا الاعشاب اللي بتعالج الموضوع ده فعلا، اللي هي الشلاجيت،
الشيلاجيت طبعا دي ماده بتخرج من الجبال هيمالايا وبتخرج من قعر الارض، والشيلاجيت دي بتقوي الخلايا، خلايا اي خلايا عضو اتاثرت من اي شيء، اي سميات في الجسم بتاثر على الخليه بتاعت الجسم او الخليه بتاعت العضو ده، الخليه دي احنا عايزين نبنيها تاني. طيب الجن في الفتره دي كلها هو هدفه الوحيد انه ياثر على العضو ده ويخليك انسان عليل بيه، يعني عايشك الفتره دي كلها وانت انسان مريض بالمعده. تمام، ناخد الحاج سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حاج سيد الله يخليك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ ربنا يحفظك ويبارك في الحاج سيد ابو زيد، صح؟ اهلا حاج سيد ابو زيد، معاك يا ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ربنا يجعلك كده راسر كده للغلابه والتعبانين وكل اللي محتاجك يا ربنا. ربنا الاول ثمين انت راسر عليك ان شاء الله يعني والشيخ. ربنا يكرمك حاج سيد، ربنا يحفظك. وانا والله بطلب بص امام العالم كله اهو انك ان شاء الله تعمل مركز عندنا في اسكندريه باذن الله، مركز برضه للمعالجه بالسحر والاحساب وبالقران، لان انت بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يحفظك، محدش راح عندك غير وبيت مجبور الخاص. ربنا يحفظك يا حاج سيد، ربنا يحفظك. دي طبعا امانه والله انها جامله. الحاج سيد طبعا ده رمز من رموز الاسكندريه وعلامه من العلامات يعني، تمام، وراجل بمعنى الكلمه. ربنا يحفظك ويبارك، لما يشكرنا على الهوا دي حاجه يعني ايه بنعتز بيها، شرف ليا وعلى دماغي ونفتخر بيه والله يا حاج سيد. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. طب بنفسه يعجز باللي حضرتك بتعمله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا حاج سيد، ربنا يكرمك. المعالجه بالقران وبالاحساب ديت يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا جعل الاول ثم عليك حضرتك عمل ربنا يديك في الناس. ربنا يحفظك ويبارك فيك، انت لمست الموضوع ده بنفسك يا حاج سيد وعشته. بنفسي وبعيلتي وبقرايبي وبكل المحيطين بيا. ربنا يحفظك يا حاج سيد. ما بقولش كده من فراغ يعني. ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب، والله دي شهاده. يعني لسه في حاله حضرتك هناك. الشهاده المركز. تعبانين خالص ما بيناموش. رغم نفسهم البلكونه. لما جم بفضل الله ربنا شفاهم وعافاهم. والفضل يجعل ربنا لهم صباح حضرتك. ربنا يحفظك يا حاج سيد يا رب، ربنا يكرمك يا رب. دي شهاده نعتز بيها والله يا حاج سيد. ان شاء الله باذن الله انا بطلب منك امام الجميع. مركز في اسكندريه باذن الله. ربنا يكرمك، ان شاء الله يا حاج سيد. ان شاء الله نفكر في الموضوع ده بجديه باذن الله زي ما وعدتك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ماشي تمام، ناخد اخ رجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ناسي سؤالك يا رجب. انا ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ ربنا يحفظك. نور الدنيا والله. ربنا يبارك، ربنا يحفظك يا رب، نور قدرك ويرفع قدرك. اول حاجه الاسئله القديمه اللي سالتها لحضرتك. حاضر حاضر. هرد عليه. حاضر تمام. في كام سؤال لحضرتك بعد اذنك. اتفضل. هل في حاجه اسمها الجن النوراني؟ النوراني في الكلام ده حقيقي؟ النوراني ماشي هنقول لك. بص يا اخ سيد، احنا لو هنقعد نقسمه في الجن ده هتلاقي 50 مليون طائفه. تمام، سامعني انت ولا اخ رجب؟ معاك. بص يا اخ رجب، الجن طوائف زينا زيه، زي البني ادمين بالظبط، زي بص زي كانه الصوفي والشيعي كل الطوائف، والامريكي والافغانستاني والاندونيسي والهندي والاوروبي، كل الطوائف موجوده. تمام؟ لكن احنا مش لو قسمنا موضوع الجن ده بقوته، الجن ده ضعيف لو انت اعتمدت على ربنا. سامعني؟ معاك. فاحنا بلاش يعني معاه في جن اسمه النوراني اللي هم بيقولوا عليه ده الكلام ده طالع من عند شمس المعارف او من كتاب شمس المعارف للبوني عليه من الله ما يستحق. تمام؟ عايز يخوف الناس يعني، يقول لهم ده جن نوعه كذا وجن مش عارف ايه عشان يخلي الناس ايه. لو سمعت شيخنا يعني. اتفضل. الانسان بعد سيدنا سليمان ولا ده كلام؟ يخدمه لما يكفر. الجن المسلم نفسه المسلم يخدمه لما يكفر، لما الانسان يكفر الجن يخدمه. تمام. حضرتك وعدتني ان شاء الله تتكلم على الضرر الفلكيه بشكل اوضح. حاضر. بالله عليك. حاضر. وعايز اعرف يا فندم اعراض سحر عدم الخلفه عند الرجل وعند المراه. حلقات كتير. لا ده انت عايز حلقات يا اخ رجب. هنرد على الاسئله اللي هي الناس طالباها الحلقه دي يا سيد ويا اخ رجب، وان شاء الله نبقى نتكلم على الموضوع بقى بتاع الخلفه، ولان ديت موضوع شويه. ناخد ام محمد. ام محمد اتفضلي. ام ايمن. ماشي، ازيك يا ام ايمن؟ الله يبارك. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك.
أنا عايز أسأل سؤال معلش لو فيها تعب. تأمريني تأمريني يا أمي. أمر لله تفضل. أنا ساكنة في بيت من 30 سنة. تمام. البيت ده بيحكوا عنه إن كان فيه جنية متزوجة صاحب البيت. كويس. فصاحب البيت مات وإحنا يعني الورثة زي ما نقول. كويس، خايفين تدخلوا البيت. الحمد لله احنا البيت كله بفضل الله بنصلي ورحنا الحج وتمام يعني، بس في حاجه هي عايزه افهمها يعني. الجن في بيننا وبين الجيران حمام، بنحط سرير دايما تحت الحمام، تحت الحيطه اللي فيها الحمام. فاحنا اي حد ينام على السرير ده لازم يصاب بمرض، لازم. بص طب بص من يعني من وحي الخيال ولا من الكلام اللي بص يا ام ايمن. طيب الجن ده المكان ده او البيت ده حد حضر فيه جن زي ما انت بتقولي كده كان متزوج الجنيه؟ في واحد شيخ جاز مره كان بنتي نزلت على وشاور على الحيطه دي قال في هنا جن. كويس كويس يا ام ايمن. طب انا هنقول لك تعملي ايه يا ام ايمن؟ حاضر. الله يخليك، يعني احنا متفقين فيه والبيت. بص يا ميم انا هنقول لك هتعملي دلوقتي ان شاء الله. ماشي يا ميم. بص يا ميم، هاتي 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 شيح وهاتي زيت ورد وهاتي بخور اسمه صندروس، تمام، واطحنيهم مع بعض وبخري بيتك ده كله من فوق لتحت اسبوع، وشغالي فيه صوره البقره اسبوع، وفي رقيه عندي على الصفحه اللي خاصه بيني علاج مرض السحر في يوم واحد، شغالي الرقيه مع صوره البقره في البيت اسبوع، تمام، وحاول بقدر الامكان تشيل الفكره دي من دماغك، يعني شيل الفكره دي من دماغك ان الجن اي حد هينام هنا هيتعب، تمام، او هيجي له مرض، المرض ده هيجي لك في اي مكان، لكن ممكن يكون حد حضر في المكان ده جن قبل كده قديم، والمكان او الجن اتعلق بالمكان ده، فاحنا عايزين نمشوه. المطالبين ان احنا نأمره بمعروف وننهوه عن منكر، يعني نمشوه بهدوء ما نظلمهوش، لان ده هو مكلف، ممكن يكون مكلف. فاحنا اعمل اللي بقول لك عليه وان شاء الله مش هيبقى فيه شيء تاني. سوره البقره تحميكي من اي جن في البيت، من اي شيء في البيت ربنا يحميكي بسوره البقره دي. نشكرك يا امي. طيب ماشي. مين؟ الو. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام شاه. سمحت يا فندم، هو ممكن في سحر يتعمل ما بين البنت وامها؟ اكيد طبعا. طب دلوقتي انا دلوقتي عندي 40 سنه، بس وانا عندي 20 سنه كنت مريضه. فقالوا لك معمول لي عمل سفلي، ومن يوميها انا فعلا المرض لسه عندي. ماشي. وقالوا لو ما يتفكش هيحصل مشاكل ما بينها وما بين اهلها، وبالفعل انا بعد ما حصل مشاكل كتير لدرجه امي اكتر من مره شفتها في الاحلام انها بتطردني بره البيت، وفعلا ده حصل بعد موت ابويا، انها طردتني بره البيت بعد ما انا اتطلقت كمان. فاخدت اولادي وخلاص وشفت سكن على قد كده وهي ماشيه الحياه. فلما امي عيطت قدامي بعدها بسنه ولا حتى لما وضعت امي ما جاتش. بصي يا اختي، بصي يا اختي، عشان بس احنا عشان الوقت بس، هو في سحر انعمل بينك وبين امك فيه ممكن، تمام؟ فلو السحر ده له علاج، لو انت ناويه تعالجي ووالدتك ناويه تعالج تخلصوا من ده نعالجوكم. فالموضوع مش معضل بالصوره اللي الناس فكراها ديت، تمام؟ فانت لو ناويه تعالجي خلاص نعالجوكم والقصه انتهت. هو فعلا قال لك لو انا الكلام ده من 20 سنه، قالوا لي لو انت مثلا ما غلطتيش يعني لان العمل سفلي هيحصل كره ما بينك وما بين امك واخواتك لا يطاق، وبالفعل ده حصل. بص عشان ما نعلقوش نفسنا بكلام برضو كلام شيوخ بالله عليكي. بص اللي ربنا مقدره بيكون، يعني مش معنى شيخ قال لي ان لازم يحصل فرقه بيني وبين امي نفارق امي. يا اختي انت ما ينفعش تفارقي امك باي شكل من الاشكال، والله ما ينفع تفارقيها. لو قالت لك كفاري بالله ما ينفعش، لو قالت لك اعملي اي شيء يخطر على بالك ما ينفعش. احنا ليه بنحط دماغنا بدماغ ابونا وامنا يا جماعه؟ في ايه يعني؟ ليه انت بتحطي دايما الولد او البنت يحط دايما راسه براس ابوه وامه؟ لا خالص نهائي. لا، انت قيمه ابوك وامك دول ربنا وضعها بعد عبادته، يعني اعبد ربنا وبعدين ابوك وامك. يعني انت ممكن انت خلاص حطيت راسك براس ابوك وامك كمان مش هتحط راسك براس ربنا؟ انت متخيل الموضوع ولا لا؟ ابوك وامك دول خط احمر، اوعى تجرب منه، في نار. فلا انت حاول بقدر الامكان، ناويه تعالجي نعالجوكي، عشان ما تخليش بقى السحر شماعه ان انا مسحوره خلاص نغضب تغضب ما انا مسحور. لا. ام ابراهيم ايوه. السلام ابو ابراهيم
اتفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ رضي؟ الله يكرمك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، تفضل. بالله بنستفسر منك يا شيخ رضي، انا عندي سخونيه جامده جسمي. تمام. وعندي اهل في مفاصلي. عندك كم سنه؟ انا عندي 51 سنه. طب رجليك بتنمل من تحت؟ لا مش ديما، مره هيك. طب لما تبقى نايم عايز تطلع رجليك من تحت الغطا، من تحت البطانيه؟ ايه سخنه؟ سخن كلها. جسمك كله ولا طرفك بس؟ لا جسمي كله، عندي حتى رهاب، عندي حتى رهاب يا شيخ. تمام، في امساك او اسهال؟ لا مره تجي امساك ومره تجي اسهال. تمام، طب ممكن تحلم بحيوان انسان او انسان حيوان؟ يعني انسان بينقلب لحيوان او حيوان بينقلب لانسان؟ لا يا شيخ لا. طب نبضات قلبك سريعه على طول؟ مش على طول، مره تجي. انت منين حضرتك يا ابو ابراهيم؟ انا من ليبيا. من ليبيا. طيب يا ابراهيم، ان شاء الله ان شاء الله، يعني عشان دي الله اعلم ان ده في حسد معاك، جن حسد وجن سحر الاثنين مع بعض، فدي اعراض حسد واعراض سحر الاثنين مع بعض جامدين عليك شويه. وانا نعرف ان الموضوع في ليبيا صعب شويه بالنسبه للاسحار، لانهم بياتوا يعني صحراء قويه جدا عشان للعيشه اللي هي عيشه الباديه او الصحراء، فبيعتقدوا في الموضوع ده شويه. فان شاء الله يا ابراهيم ان شاء الله ناوي تتعالج وتخلص من ده ان شاء الله بقدر الله تبارك وتعالى. لو عالجناك من ده ان شاء الله خلال اسبوع السخونيه تروح باذن الله وترجع لحياتك الطبيعيه باذن الله. نشكرك. نكمل موضوعنا الاول بتاع المرض وبعد كده ناخد اسئله الاسئله على الصفحه عشان الناس ما تزعلش وتقول انت ايه بتشعب الموضوع. عفوا. طيب لو احنا زي ما احنا بنقوله لما بنتكلم الاول ونقول لك ان السحر مرض، ده مرض. والمرض يعني ايه مرض؟ مرض يعني الخلايا بتاعه الجزء ده او الجهاز اللي جسمك ده ابتدت تضعف، ابتدت تموت، ابتدت تضمر. طيب احنا عالجنا السحر خلاص، لكن الخليه لسه زي ما هي، يبقى لازم تتعالج الخلايا ديت. تمام، يبقى الاول لما بحثنا وجدنا هذه الاعشاب او هذه الاشياء يعني اللي تقدر تعالج الاجهزه ديت او تقدر تخلي الخليه تنمو تاني وتعيش حياتها الطبيعيه طبعا بالشلاجيت، وفي عسل المانوكا اللي هو على الصفحه عندنا، وفي طبعا في حاجات كتير احنا مش عايزين يعني نقوله عنها، لكن ان شاء الله هنتكلم عنها بتفصيل في حلقه بقدر الله تبارك وتعالى، عشان اللي هو عنده مشاكل او يتعالج من السحر ولسه عنده اعراض يقدر يتعالج بيها ويخلص من اعراض السحر ويظبط ويجدد الخلايا بتاعه جسمه تاني. اول سؤال كان نسأل من الاسئله اللي فاتت ان احنا قلنا يعني نسالوها او نقدروا نعرضوها، في اخت اسراء خلف بتقول ايه، هل هناك سحر اسود وابيض وايه العلاج يا شيخ؟ في سحر ابيض واسود. احنا قلنا يعني ايه سحر ابيض؟ الذي لا يصنع من نجاسه، اللي هو بنعمل بحبر او قلم او اي مداد، المداد ده اللي بينكتب باي حبر تمام، او ما بيستعملش فيه نجاسه، ده اسمه السحر الابيض. السحر الابيض اللي هو ما بيأثرش على اجهزه جسمك، لكن بيبعت لك جن بيكون بطلسم بسيط يغير حياتك، لكن ملوش تاثير عضوي على جسدك. تمام. طيب الصحراء عشان لقوا موضوع السحر الابيض ده، الجن بيسيبه يمشي وملوش ارتباط بجسم الانسان ولا حلقه ربط بينه وبين جسم الانسان عشان يقدر يحكمه في الانسان اكتر، فابتكروا او ابليس ابتكر ازاي نربط الجن اللي بنبعته للمسحور بجسمه كانه لزق فيه ما يسيبوش نهائي. فابليس طبعا بيتطور مع الحياه، فاخترع موضوع السحر الاسود او السحر السفلي. يقول لك سحر الاسود او السحر السفلي، طبعا احنا قلنا قبل كده ان السحر السفلي ده او السحر الاسود المسمى واحد، يعني اللي هو الذي لا ياتيه الا اسفل من خلق الله، يعني ما بيروحش يعمل سحر سفلي الا اسفل خلق الله تبارك وتعالى، يعني اوحش خلق الله اللي هو بيروح يعمل. ليه؟ لانه بيستعمل بنجاسه بلو براز، وبيستعمل فيه دم حيض، وبيستعمل فيه مني زنا او مني لواط او ايا كان، طبعا زنا محارم او زنا يعني كده، بيستعمل فيه هذه النجاسات. عشان كده بيسمى ايه؟ سحر اسود، سحر الاسود او السحر السفلي او العمل، الكلام ده كله كلام مسميات واحده. فعشان كده بنقوله ان السحر الابيض ده اضعف الاسحار، ده بينفك باي شيء، بقراءه مثلا، او الانسان ياخد يعني يحافظ على الصلاه شويه ويشرب ميه مقريه مقروء عليها، او الكلام ده كويس جدا هينظف السحر ده من جسمه خلاص. لكن لو السحر ارتبط بماده، انحطت بطلسم السحر على ماده وانت كلتها، جسمك اتشبع بهذه الماده، يعني واحد كل لحمه معموله بالسحر،
اللحمه اللي انت اكلتها ديت السحر دخل فيها، كانه سم دخل في اللحمه وانت اكلت هذه اللحوم. لما تاكلها خلاص جسمك اتغذى على هذه اللحوم، السحر راح معاها، والجن بيحافظ على ماده السحر في جسمك. زي ما الاخ اللي كان بيسالنا من حلقتين كده بيقول لي انا دايما نحلم ان بناكل لحوم، دايما ناكل لحوم، والتاني يقول انا دايما نحلم ان حد بياكلني لحم معفن او لحوم منتنه. فكل ده ايه؟ ده علاقه عباره عن ان الجن اللي جوه ده عايز يعني بيزود او يستزيد من ماده السحر في جسم الانسان، عشان خاطر ماده السحر ابتدت تضعف، فيعمل ايه؟ يخليك تاكل لحوم حتى وانت نايم بالليل. ممكن يستعين بجن من بره اللي هو خادم السحر او حارس السحر اللي بره، عشان يجيب له ماده السحر دي يستزيد بها في جسمه. طيب كل ما الانسان ياكل اللحوم ديت يزيد ماده السحر في جسمه، والجن يحافظ عليها اكتر عشان خاطر دايما يبقى مسلط عليه وما يسيبوش، ودايما يبقى في قوته. زي ما احنا قلنا قوه السحر في قوه الجن وقوه الجن في قوه السحر. طول ما السحر قوي الجن قوي، طول ما السحر يضعف الجن يضعف. عشان كده دايما في علاجي بناكد انك لازم سيب الجن ده خالص، عشان في ناس بتقول لي اصل احنا رحنا للشيخ وما قراش علينا. انت مش فاهم انا متكلم فيه. لو انت قلت الكلام ده انا رحت للمركز عند الشيخ وما قراش علي قراني، يبقى انت مش فاهم انا متكلم فيه. ما تلومش عليا، لوم على فهمك انت او فهمك انت. انا بنقول لك ان السحر ده مرض، انا لازم اطلعه من جسمك الاول، وبعد كده نفكر اخر شيء في الجن اللي هو خادم السحر. لان الجن ده ما جاش لوحده، الجن ده جاي بتكليف. طول ما التكليف ده جوه جسم الانسان وخلاص انت الجن قوي عليك. طيب نظفنا التكليف، ممكن انت ربنا مقدر لك ان ما خدتش العلاج الصح مثلا، او ما خدتش العلاج الصح، التكليف ده انت نظفت منه 30-40% من اول جرعه علاج، فتيأس تقول ده انا لسه تعبان. لا كمل، انت لو تعرف يعني ايه مصيبه سحر في جسمك هتكمل غصب عنك، لان دي مصيبه لا يعلم مداها الا الله. تمام. طيب ولا ابراهيم بتقول ممكن الواحد يحسد بارادته؟ سؤالك متشعب شويه. يعني ايه يحسد بارادته؟ يعني انا مثلا نبقى عايز نروح نحسد فلان عشان يموت مثلا؟ اه ممكن. ليه؟ لان بيبقى في قلب الانسان الحاسد ده حاقد، الحاقد ده حقد بيخرج من الانسان ده هوت، وابليس بيكلف معاه جن من الشياطين بيلبس الانسان المحسود ويأثر عليه في ساعتها. عشان كده دايما بنقول لك ان الجن الحاسد او الجن الحسد قوي وغبي، دايما بيأثر على الانسان في ساعتها. واحد حسد حد مات، واحد حسد عربية عملت حادثة، واحد حسد واحد هو ماشي وجع انكسر، واحد حسد بيت انهد، واحد حسد مال خلاص. كل ده ايه؟ لان الانسان الحاقد ده بيبقى معاه ابليس عارف انه حاقد وحاسد، بيكلف له جن يفضل ماشي معاه، جن شيطان يفضل ماشي معاه ويخليه اول ما يحسد يروح يدمر الحال. واحد يقول لي يا عم الشيخ في ايه، انت شعبتني الموضوع وكبرت. لا انا ما كبرلكش الموضوع. العين ديت ما بتأثرش بنفسها. يعني انت دايما مهما مثلا جبت حاجه قدامك وقعدت تحسد فيها، واه ده فيها كذا وده فيها، العين دي هتعمل ايه؟ ولا شيء. طب لو العين مكلفه بجن، الجن اول ما بتحسد ابليس بيكون ماشي وراك، بيكلف بالحسد، بالحسد ده جن، الجن ده بيروح ياثر على الشيء اللي قدامه في الوقت، او ممكن على المدى البعيد، المهم بيقل بركه هذا المحسود. ام محمد. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل او اتفضلي. مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا يعني عندي يعني عروسة صغيرة كده بقالها سنة ونص. تمام. بتشكي بوجع في جسمها فظيع، وتقول عايزة نيجي نقوم من النوم مش قادرة نقوم. عندها كم سنة؟ عندها 18 سنة. كويس. من كم سنة من كم سنة ابتدت تشكي بالأعراض ديت؟ هي ما شكتش من العرض دي يعني بقالها سنة كده. سنة كانت انخضبت أو كان في حد اتكلم عليها أو أي؟ أيوة ده كانت، ده هي كان يعني هي كانت بتنخطب، وهي دي جت اتجوزت دلوقتي معانا في البيت، يعني معاها عريسي في البيت، بقالهم سنة متجوزين، وهي أصلا طب خلفت تعبانة، ودائما كده إيه دائما معاها التهابات في الرحم. طب خلفت؟ لا ما خلفتش. طيب في الدوره مظبوطه عندها ولا بتلخبط؟ الدوره بتختلف. طيب في نزيف بينزل عليها ولا شيء؟ ايه؟ نزيف، نزيف، في نزيف؟ لا ما فيش نزيف ولا حاجه. في امساك بتختلف. في امساك، في امساك او اسهال؟ في امساك او اسهال يا عز. اسهال يا عز.
طيب شعرها بينزل لا. يا حجه؟ لا طب لونها بياخد لون اصفر كده او تحت عينيها بيسود؟ لا هي بتاخد لون اصفر. اصفر. طيب ماشي يا حاج. بصي بصي يا ام، بصي يا ام، هو بنت كده معمول لها في عندها سحر، ممكن يكون وراثي من الام، تمام؟ اول ما هي بلغت وابتدت سن البلوغ يعني ابتدى السحر ده ياثر عليها، وممكن يكون سحر عندها هي، لكن يعني الراجح انه يكون سحر من الام، لان الام كده عندها سحر وهي انتقل لها السحر عن طريق الرضاعه والدم. ممكن تكون عشان هي ملتزمه بالصلاه شويه وكده السحر ما اثرش عليها غير بعد ما وصلت 17 او 16 سنه. وطبعا ده لازم الام تتعالج مع البنت ديت عشان خاطر تخلف. ليه؟ لان السحر كده الظاهر ان هو معمول لعدم الانجاب، ممكن يكون كان معمول لعدم الانجاب عند الام، لكن الام ربنا قدر انها تخلف وتنجب، وبعد كده اثر على البنات او على البنت عندها عشان ما تنجبش، ودي يحصل عندها مشاكل. وممكن تروح للدكتوره تقول لها انت ما عندكيش اي شيء ولا شيء يمنع الحمل اصلا، لكن ده قدر ربنا. تمام؟ طيب يبقى الحاسد، وزي ما احنا كده الناس لازم تفهم الكلام ده، ان الحاسد انت ممكن تروح تحسد بنفسك والحسد ده يصيب بوقته، لكن انت ممكن تعين ابنك. تعين ابنك يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت في ابني بيعمل حركه كويسه وما قلتش بسم الله ما شاء الله، انت مش حاقد على ابنك، لكن اعجبت بالحركه وما قلتش بسم الله ما شاء الله، انت كده اعنته، بقيت انت عينته، يعني قلت بركه هذا الموضوع. يعني انت شفت ابنك مثلا بيتكلم كلمه كويسه خالص، تمام، ابنك بيتكلم كلمه كويسه خالص، فقلت ابني وما قلتش بسم الله ما شاء الله، ابتدى ابنك بعد كده مش هيقول الكلمه ديت او هيبدا حركاته تقل، يبقى انت كده عينته. يعني ايه عينته؟ انت ما مش في دماغك انك تشيل او تحقد على ابنك، لكن انت الحركه عجبتك وما قلتش بسم الله ما شاء الله، زي ما ستنا عائشه لما نظرت للجاريه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه الا بركتي، يعني ليه ما قلتش بسم الله تبارك الله؟ فاي حد وانت ماشي وانت رايح وانت جاي اي حاجه تعجبك بسم الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، خلي دايما الشيطان يبعد عنك عشان ما تاذيش الناس. ام مين؟ ايمان. ايمان اتفضلي يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا حياتي متدمره خالص. ربنا يعفو عنك يا رب. قولي. طيب اكتر الاوقات تعبانه، في مشاكل بيني وبين جوزي، انا متجوزه بقالي سنتين ونص. اتفضلي كملي. كنت حامل قبل كده وما حصلش نصيب. في مشاكل بيني وبين جوزي حاليا دلوقتي، وحاسه ان انا كارهه البيت خالص. كارهه جوزك ولا كارهه البيت؟ انا بحب جوزي خالص، بس انا دلوقتي حاليا حاسه ان انا كرهاه، لان حصل بيني وبينه مشاكل من 4 ايام وانا بكلمه. طب المشاكل دي تيجي على اي حاجه هايفه كده وخلاص من غير مشكله رئيسيه يعني؟ ايوه. طيب دايما كان في نفور بينك وبينه على حاجه هايفه؟ كان في ايه؟ نفور يعني مش طايقين بعض كده. انا غبت فتره يعني بعيد عنه، غبت 7 شهور بيني وبينه مشاكل وبعيد عنه. بس لما بعدت عنه حسيت ان انا مشتاقه لبيتي ومشتاقه ان انا ارجع له، وعملت المستحيل وتحديت الكل عشان طيب ارجع له. طب انت ممكن تحلمي ان حد يغتصبك او يجمعك في الحلم يا ايمان؟ اه. طيب بصي يا ايمان، طيب بصي، بحلم بتعابين كتير. طيب ممكن تحس ان حد يشد هدومك من عليك وانت نايمه، او يشد الغطا من عليك وانت نايمه، او حاجه بتنفس في جسمك وانت نايمه كده؟ اه، بقوم اساسا بلاقي جسمي تعبني الصبح. كويس. ثاني يوم بقوم الاقي جسمي تعبني. الله المستعان. بص يا ايمان، هو ده سحر يعني واضح، يعني اعراض واضحه، سحر تفريق وعدم انجاب واضح يعني. فاللي عامل ده عامل ان انت ما يعني تتفرقوا وما تخلفوش. فالموضوع ان شاء الله سهل لو انت ناويه تعالجي. ابسط من انا تعبت خالص. بص يا ايمان، انت بتقولي حياتي متدمره، انا بنقول لك حياتك مش متدمره، انت حاسه ان حياتك متدمره، لكن لو اتعالجتي خلاص. انسان عنده مرض حاسس ان ده اللي هيموته، لكن لو راح للدكتور الدكتور هيديله علاج عايزين المرض ده عنه، خلاص خلاص يبقى القصه انتهت، ما عادش مشكله. فانا عايزك تعالجي نفسك، عالجي نفسك. طب انا اعمل ايه يعني؟ انا بصلي. انت منين يا ايمان؟ انت منين؟ انا من البحيره. طب انت جنبي. انت جنبي يا ايمان، تعالي نعالجك انا فاطمه طمير. يا ايمان جنبك، اشكرك. رسائل الشكر الاول استاذ حمدي. طيب هو طبعا في ناس بتشكرنا على الصفحه، وده واجب علينا ان احنا نعرض شكرها ده عشان الناس تعرف يعني ايه احنا مهتمين بالناس اللي هم بيحبونا. الحمد لله احنا داخلين دلوقتي على يعني 70,000 يعني متابع، وده يعني حاجه تشجع ان احنا فعلا
ان في ناس تسمعنا وان فعلا في ناس مهتمه وان في يعني علاجنا جايب نتيجه كويسه. دي الاخت بوسي بتقول هي يعني فيها خير كثير للصفحه يعني، وطبعا بتنصح بجميع المسلمين بانها ايه انها تتعالج نفسها اللي هو عنده اي امراض او روحيه انها تيجي للمركز تتعالج. نشكرك يا اخت بوسي عبد الله. ودي الصفحه عشان خاطر الناس برضو تبقى ايه يعني تعرف الصفحه بتاعتنا. ماشي يا حمدي، في شكر تاني. طيب اخت بوسي اشرف، بوسي اشرف حسن، بوسي اشرف حسن بتقول اسال الله اشرف حسن او اشرف بيوصي يوصي اشرف حسن اسال الله ان يعني يوفقكم لعمل الخير. رب اسال الله تبارك وتعالى ان يجزيك خير اخ اشرف ويجعله في ميزان حسناتك. وده شكر طبعا وتوصيه يعني عزيز علينا ونشكرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. مين تاني يا استاذ حمدي؟ استاذ وليد. مين؟ سندس. تمام، نشكرك نشكرك وربنا يبارك فيك. بتقول بسم الله، والله المركز ممتاز والمكان مريح جدا والحمد لله، اتحسنت احسن من الاول بكتير والله الحمد لله. طبعا والله الكلام ده احنا لا بنقوله رياء ولا سمعه يعني، لكن ديت واقع زي ما اصلا في ناس، طبعا في ناس بتسب وتشتم وناس بتنتقد، لكن احنا طبعا اللي بينتقد ده وبيسب هو عارف اصله ان هو في شيخ جاي له يقول الكلام ده او يعني سوء السمعه، لكن احنا بنقول الناس الصح يعني. مين تاني يا سوليد؟ احمد يونس. يوصي احمد يونس بزياره علاج مرض السحر في يوم واحد، ربنا يحفظك ويعني بيقول مصدر ثقه جدا جدا جدا. يحفظك اخ احمد يونس، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. حسن مصطفى بيوصي برضه، والذي خلق الحبه وبراء النسمه اني يحبك في الله، يعني ولك ذلك، والله اني احبك في الله يا اخ حسن. نعم، ربنا يجزيك خير يا رب. يوسف احمد صباح، ربنا يحفظك ويبارك فيك اخ يوسف، احنا عرضناها المره اللي فاتت ديت برضه الجماعه بيعرضوها المره دي. طبعا عشان وقت الحلقه احنا يعني مرتبطين بالميعاد، نحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد يعني اكبر قدر من الاسئله عشان الناس تقدر ايه يعني تستوعب الموضوع. وطبعا هتكلمنا عن الحسد. طيب في اخ محسن محمد بيقول كيف احمي نفسي من الحسد والسحر؟ تحمي نفسك من الحسد والسحر طبعا انك تقول وانت طالع من بيتك تقرا المعوذتين، تقول الاذكار، ايه الكرسي، تفطر 7 تمرات كل يوم الصبح، تسمع سورة البقرة أو تشغل سورة البقرة في بيتك. طبعا ده يعني ده بقدر الإمكان يحميك من السحر والحسد. لكن لو نعمل لك سحر والجين يفضل متابعك طبعا هيأتيك السحر، لكن مش هيأثر فيك تأثير القوي. وإن شاء الله بقدر الله تبارك وتعالى في دعاء يعني احنا بنعده فيها هوت عن جنون إن شاء الله يعني خلال الحلقة القادمة أو اللي بعدها، في دعاء قوي جدا طبعا يعني يحمي الناس فعلا ويقدر يوصلك للخير يعني او يحميك من السحر. وطبعا ده دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مأثور يعني او قول مأثور، وان شاء الله نقوله عشان الناس برضو تقدر تستفاد وتقدر تحمي نفسها من الحسد ده. عشان كده برضو بنأكد دايما ان احنا بنقوله ان احنا في مكاننا، احنا بنعالج. في ناس ربنا مقدر لها انها تخف على ايدينا وده شرف لنا، في ناس ربنا ما قدرش انها تخف على ايدينا وده قدر الله تبارك وتعالى. طبعا بنشكر اي حد بيشكرنا، ودايما بناكد في الحلقات عشان خاطر نقدر بعد كده نتكلم في الاعراض وكده، بناكد في الحلقات ان احنا والله بنحاول بقدر الامكان نرد على اسئله والرسائل. انا والله في يمكن في الثانيه بنرد على 2 أو 3 أو 4 على الصفحه، يعني مجهود مشكور الاخ محمد والمجموعه اللي معاه، وطبعا مجهود مشكور للمخرج استاذ وليد واستاذ محمد ويعني فريق الاعداد، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. في محمد رضوان هي بيقول هل صحيح ان الجن يسرع الانسان ويسكنه وما الدليل عن ذلك في كتاب الله؟ طبعا ده عايز حلقه، وان شاء الله الحلقه اللي جايه نتكلم عن الموضوع ده بانفراد شويه عشان خاطر في ناس يقول لك الجن بيلبس، وفي ناس يقول لك الجن ما بيلبسش، وفي ناس يقولوا طبعا طيب الجن لو بيلبس ايه الدليل؟ ان شاء الله نتكلم عنه الحلقه القادمه بقدر تبارك على، ونكمل باقي الاسئله. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.